والتغيير تعلن تأجيل توقيع الإعلان الدستوري. نعم، كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير منذر أبو المعالي أنه تم الاتفاق في وقت متأخر من ليلة الأربعاء على تأجيل الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد الجمعة اليوم للتوقيع على المرسوم الدستوري من جانب المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. أوضح أبو المعالي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن هناك نقاط خلافية وقضايا عالقة لم يتم البدء أو التفاوض حولها مع المجلس العسكري، تحتاج للكثير من جلسات التفاوض بيننا وبين المجلس العسكري لنصل لتوافق حولها، ولذلك تم تأجيل اجتماع الجمعة. يعني أستاذ إمام، ممكن يعني التوقيع الأول كان خطوة إيجابية، الاتفاق السياسي كان خطوة رغم إيجابية جميلة. نعم، قبار. أيوة، ودلي خلى كل الجموع وناس تتظاهر وتطلع وتحتفي وتحتفل وتتفاعل زي ما ذكرت في الساحة الخضراء، لكن الآن المشهد فيه ضبابية، يعني الرؤية فيها ضبابية. نعم. وأسباب التأجيل في وقت متأخر، يعني أنه الناس منتظرة اليوم، كل الناس حتى الصباح تفاجأت بالتأجيل، يعني نعم. أسباب التأجيل يعني حسب أولا ما أشار إليه الأخ منذر باعتباره مسؤولا عن الإعلام في منظومة قوى إعلان الحرية والتغيير، لا يشفي كثيرا قليل من الناس، يعني الناس تريد أن تعرف الأسباب الحقيقية حتى تتلمس الأعذار من خلال تلكم الحيثيات لهذا التأجيل المفاجئ. لكن رشحت بعض الأنباء وحصلت على بعض هذه المعلومات بالأمس الغريب أن الأمر ليس لأن هنالك بعض النقاط الخلافية، لأنه التوقيع لا يعني أن من جلسة الجمعة لا تعني أنها الفيصل في ما يتعلق بالوثيقة الدستورية، لكنها في ما يعرف بجلسات خواتم التوصل إلى اتفاق. هذه الخواتيم محتاجة إلى معالجات. المعالجة الأساسية لا شك أن بعض قيادات الحرية والتغيير فوجئت ببيانات تترى من جهات مختلفة من داخل مكونات إعلان الحرية والتغيير، حتى وإن لم تكن بأسماء التحالفات الكبرى، لأن الحرية والتغيير مكونة الأساسي من 5 مكونات أساسية، داخل هذه كل مكون فيه عدد من الأحزاب والمنظومات سواء كانت السياسية أو المدنية. هذه المنظومات بدأت تثير قدرا من القلق على توقيع الاتفاق السياسي، وتخشى أن ينسحب هذا التوقيع إلى توقيع الوثيقة الدستورية التي تعتبر أس القضايا التي ينبغي معالجتها قبل الدخول في المرحلة الانتقالية. مما تسرب وأزعج كثير من قيادات الحرية والتغيير ليس التصريحات والبيانات الصادرة من داخل الحرية والتغيير داخل السودان، ولكن البيان الذي شكل نوع من إحداث قدر من المراجعة في هذا الأمر، والتراجع عن المسار في أمر المفاوضات وعقد اللقاء المرتقب اليوم، سبب الرئيسي بيان الجبهة الثورية. لأن الجبهة الثورية عندها 2 أمبريلاز، يعني عندها مظلتين، عندها مظلتان رئيسيتان. الأولى مظلة السلام، لأنه الحرب والسلام هذا كان ركن ركين من الشعار الثلاثي اللي هو حرية سلام عدالة. فأنت إذا لم تحقق السلام، هذا يعني أن نمر بذات التجربة التي مررنا بها في انتفاضة أبريل 1985، عندما لخصها الراحل جون غرن بأنها مايو 2، يعني مايو
الثانية. فالخوف أن مسألة السلام على الرغم من أفرض لها الست أشهر الأولى أن يكون التركيز في تحقيق هذا السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، إلا أن الجبهة الثورية الأمبريلا الثانية المظلة الثانية هي أيضا أحد مكونات إعلان الحرية والتغيير، فلذلك لا بد أن تستصحب، حتى ولو لم يكن هذا الاستصحاب بوجود أعضاء في لجان التفاوض، لكن لا بد أن يستأنس برأيها ويستصحب في مقررات المقبلة المتعلقة بالوثيقة الدستورية. لذلك كان هنالك وفد وما زال في أديس أبابا يفاوض، واليوم يعضد هذا الوفد بعدد من قيادات إعلان الحرية والتغيير متجهين إلى أديس أبابا للجلوس، ويحدث قدر من توسعة المناقشات حول قضايا السلام، لكي لا يحدث ما يخشى من أن هذه الحركات مع معارضات داخلية متوقعة. يعني الحرية والتغيير لابد أن تعلم أنها يعني في الفترة الانتقالية لن تجد مسألة الاسترخاء الكامل، لأنه حتكون هنالك معارضات، وهنالك حتى من داخل مكونات قوى الحرية والتغيير، لكن المطلوب أن تكون هذه المعارضات معارضات لاستبصار الحكومة بمواقع السترينجز ومواقع الويكنس، يعني أيوة الضعف والقوة أو العكس القوة والضعف. طيب نختم في الموضوع هذا، المهم ليس يعني حتى الحركات المسلحة لم تعد يشغل ذهنها ما يتعلق بالمحاصصة القيادية، بمعنى قيادات تعطى وزارات ومسؤوليات وكذا، نعم، لكن ليكون هنالك سلام حقيقي يتجه إلى جموع أبناء دارفور والمناطق التي فيها حركات مسلحة لإحداث قدر من الاستقرار والنهضة والتنمية المستدامة في تلك المناطق، وهذا من أساس أولويات الحكومة المقبلة، وهذا أيضا العامل في رأيي الخاص الرئيس الذي استدعى قيادات الحرية والتغيير أن تطلب من الوساطة التأجيل. والله هي نقطة مهمة، لكن يعني السلام نقطة مهمة جدا. كان من المفترض أن يتحدث إعلام قوى الحرية والتغيير، خاصة الخمس أعضاء في تشكيل الوفد المفاوض، بهذا الوضوح، حتى كلنا نعلم علم اليقين الأسباب الحقيقية والحيثيات الواقعية التي أدت إلى هذا التغيير، مع مراعاة أن الوثيقة الدستورية هي الهرج الأخير، الحاجز الأخير الذي ينبغي أن يقفز عليه، ومن ثم ندخل المرحلة الانتقالية. هذا ما يعني قوة إعلان الحرية والتغيير. كان مفترض أن يتم اليوم الجلوس أو الاتفاق وتم التأجيل، هذا ما يخص قوى الحرية والتغيير. لكن البنود التي عليها نقاط خلاف كثيرة جدا هي الحصانة وتبعية الأجهزة الأمنية وتعيين القضاء وغيرهم طبعا، فهل هي برضو تشكل هاجس لربما تاني يتم التأجيل مرارا وتكرارا ويظل الشارع في حالة ترقب؟ فيما يتعلق بالمفاوضات، نجاح المفاوضات فيما يتعلق بالوساطة الأفريقية الأثيوبية، أهم ما فيها هو كيف توفق في إحداث قدر من الكومبرومايز بين التو بارتيز، يعني كيف توفق في إحداث نوع من التنازلات من الطرفين. يعني مثلا المجلس العسكري الانتقالي
يتحدث عن حصانة مطلقة، بينما الحرية والتغيير تفتكر أن الحصانة المطلقة دي غير واردة. وبعض قانوني الحرية والعدالة يتحدثون أن هذا الأمر أيضا لا يوجد. هذا ما صحيح، هذا الأمر يوجد، لكن الحصانات اللي معروفة لدى الكثيرين حتى غير القانونيين هي الحصانة الإجرائية. يعني عندما يحدث شك من أشكال المطالبة للتحقيق مع شخص أو كذا في منصب دستوري، إجرائيا تطلب رفع الحصانة عنه حتى يتم التحقيق معهم. هذا أمر. السودان مر بتجربة فريدة فيما يتعلق بالحصانة المطلقة وإن لم تكن بهذا الاسم. يعني أضرب مثالين سريعين، واحد في السودان واحد في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، في السودان عام 1964 عندما أراد المجلس الأعلى العسكري بقيادة الفريق الراحل إبراهيم عبود التنازل عن الحكم، طالبوا بشيء واحد ألا وهو أن يحصنوا من أي محاكمات إذا ما تنازلوا طواعية عن الحكم. فكان لهم هذا الأمر، وحرص الراحل، تنزلت عليه شآبيب رحمات الله الواسعات، الدكتور حسن الترابي آنذاك، وهو قانوني دستوري ضليع، وكان قبل أن يدخل السياسة بكامل جلبابها كان عميد كلية القانون، إذ أنه ثاني عميد سودا عمادة كلية القانون بجامعة الخرطوم. ذهب إلى هذا الأمر التوافقي التوفيقي، وهو أن لا يقدم هؤلاء إلى محاكمة عسكرية. لكن بعد أكتوبر أثار الشيوعيون قضية أنه لا بد من محاسبة ومحاكمة المجلس العسكري لما اقترفه من جرائم حسب ما أصير آنذاك. إلا أن الدكتور حسن الترابي انبرى على هذه الحجة بحجة أنه لا بد الإيفاء بالأحود، طالما تعهدنا بأمر لا ذم فيه فلذلك أوفوا هذا الأمر. طيب، العفو المطلق أيضا تم في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1972 في رئاسة الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون. ريتشارد نيكسون عندما حصلت فضيحة ووترغيت كان من المفترض، كان في two options، في خيارين، إما أن يقدم للمحاكمة ويحدث impeachment، يعني يعزل من الرئاسة ويقدم محاكمة عادية، أو يستقيل ويحفظ له، يعني هذه الاستقالة التي لا يقوم فيها إجراءات قانونية تحفظ له بأنه أو يحفظ له بأنه لا يقدم محاكمة. فكان فورد الرئيس المكلف اللي هو كان نائب رئيس ريتشارد نيكسون، عندما تسلم الرئاسة أول قرار أصدره هو العفو الرئاسي المطلق للرئيس ريتشارد نيكسون حتى لا يحدث بعد نهاية فترة فورد اللي هي تنتهي في عام 1974 ويفوز مثلا الحزب الديمقراطي، ولأنه ريتشارد نيكسون الحزب الجمهوري يقول والله نحتاج إعادة محاكمة نيكسون. فهذا القرار. فالمجلس العسكري هنالك تجارب كثيرة ربما أشار إليه بعض مستشاريه مثل هذا الأمر، خشية لأن المجلس العسكري الآن في يده البندقية، إذا نزعت منه هذه البندقية ممكن يخسر خسرانا مبينا، فلا يريد أن يحدث هذا الأمر بهذا المستوى. ولكن كل هذه الأمور كان ينبغي أن تطرح وتناقش في الوسائط الصحفية والإعلامية الحديثة والتقليدية حتى يتمكن المواطن
لمعرفة لمعرفة الأمر وفهمه فهما صحيحا للتفاعل والانفعال به. نعم. انتقل خبر آخر.